في واحدة بتضلكوا تمنشنوني عليها، سوينا عليها احنا ردة فعل قبل، خليني اورجيكم مين لو نسيتوا مين هي. المهم عم بتسولي منشنات عليها انها شالت الحجاب ومنزلة فيديو بتشرح ليش شالت الحجاب. خلينا نشوف الفيديو مع بعض، نشوف السبب تاعها لو مقنع او لا. بونسوار صباح سوايا، بدي اخبركم انا لسه عنات كلكم سألوني على اللايف، اعرف كومنت لسه الحجاب لسه الحجاب مسألة طبية. انا سنتين على راسي ما في حط على راسي عمتا، برضو شايل بتهم حجابين لانه شايل عصير ما في ربطه، واذا ربطت بجاني راسي عندي قطب براسي وبطارية ومبريش وعظمي. What is that؟ عمتا ولا في دم حط الحجاب. اذا بين نخص لمبين شارك مين شارك مين شارك مين شارك مين تقولي يعني، ومسألة طبية الحكيم قال لي اشرح على راسك لازم شارك ده المهوى عشان مسألة طبية وعلمية وطبية ومدعشة ومش عندي شراسي حكم علي شهر راسي ما لم يكن تفهموني، وما أحد يسألني على اللايف ولا على الكومنتات ليش حتى على راسك. عمي معروف عتقوني شوي، واللي بحب يقول لي كلمة حلوة مثل قلبه وعقله يقول لي كلمة حلوة. تمام، مسألة طبية وعلمية، ما حد بيعرف شوي المسألة الطبية والعلمية. هي ما شرحت شيء غير انه بوجعها راسها لما تحط الحجاب، انا هذا اللي فهمته، كل اشي تاني انا ما فهمته، بس خلص ما عليه، كلامها صح، اتركوها بحالها للمخلوقة هاي، خلص شو بدنا فيها، تشلح الحجاب تسوي شو ما بدها، الله حيسامحها، ما عليكم صدقوني الله حيسامحها، فاهمين علي؟ خلص معذورة. ولو في حد فهم يلي هي حكته وشرحت عليه اكتبوا لي بالكومنتات فهموني، لانه انا الصراحه ما فهمت اي اشي، بس خلص كلامها صح، خلوها للمخلوقه في حالها. خلينا نشوف منشنات تانية هلا. تمام، انا ححكيها خلص، انا اسف خلص وصلت لحدي، انا ححكيها. طيب من الاخر، بحس ريحتك صن، بحس ريحتك هيك ريحه باط، ما بعرف فيك بس اشوفك خلص بحس في ريحة طلعت من الكمبيوتر نفسه. سوتولي عليه قبل منشنات، كان في مرة قاعد بتمشى في البحر، مفكر جسمه حلو هيك بتمشى واثق من نفسه في البحر، اشياء جدا غريبة بنزل، وهو بنفس الوقت فوفو بوي، مبين عليه يعني فوفو بوي، لانه لو مش فوفو بوي مستحيل هيك يطلع يعمل. شلونك؟ كيف صحتك؟ صحتك طيب؟ والله الحمد لله بخير، انت شلونك؟ الله يسلمك. ما شاء الله كويتي يا حسون؟ اي كويتي. طب حسون يعني ما تسمع من الناس انه انت حسون في عندك تشبه بالمرأة؟ شو هذا؟ انا مش فاهم، اول مرة هيك اشوف بحكي له ما بتسمع من الناس انه في عندك تشبه بالمرأة هيك بيعمل له شو؟ هاي التشبه هذا لحاله اللي عملته جواب التشبه في المرأة، استغفر الله العظيم. خلينا نكمل. ترى موضوع قديم تكفى، استحلى وجهك لا تفتح قدام الناس موضع كذي، خليك ارقى من كذي. والله ما بدا يغلط يا اخوان. طيب انا شاكك. لا لا ما غلط ما غلط، انا قلت خليك ارقى من كذي يا اخي. يا اخوي صلي على النبي، الصلاه والسلام عليه. انت مسلم صح؟ اظن انك مسلم. اي مسلم الحمد لله، اروح اصلي واللي تابع السناب يشوف. ممتاز جدا، الصلاة لله ليست للناس تقول لي شوف ولا ما شوف، لكن انا ودرت لا الحمد لله انا احب حياتي وريها كل يوم يعني يومياتي مع الناس. اسال الله تعالى، اسال الله تعالى ان يقويكم من زايد لزايد. حلو؟ لكن اذا ترى لا يفرق يا الخاف يا عظم والله، ترى الانسان حبيبي ضريق. حبيبي صلي على النبي، صلي على النبي. الحمد لله ترى انا مسلم يا اخوي. ونعم ونعم، لكن في مجال تسمعني؟ يعني انا اذا وجهتي لي انا شنو ذنبي؟ اشق وجهي؟ الشغلة مش على وجهك، انت كله منظرك تشبه في النساء، الفلتر اللي حاطه ما بعرف كمان لو مسوي فيلر بشفايفك ولا حاطط حمرة، بس انه كمان شفايفك مبين عامل فيهم اشي لاعب فيهم، شعرك عامله زي البنات، يعني كل شكلك تشبه في النساء، فانا ما بعرف انت شو بتحكي قاعد، بتحكي كمان انا بصلي وبروح الجامع وبصلي. خلينا نكون صريحين مع بعض، ما نقعد نكذب على بعض نحنا. كيف بتفوت الجامع؟ اقسم بالله لو بتفوت الجامع بتروح بتصلي ما بيدخلوك، بيحكوا انت هاي وين داخل حبيبي؟ لف اطلع، وين داخل الجامع؟ كيف بدك تدخل الجامع في هالمنظر وانت هيك مسوي شعرك وافير؟ وبحكي له كمان موضوع قديم يا اخي،
اسمع خلص موضوع قديم لا تنصحني انا ما في امل مني يعني زي كأنه عم بيعطيه هيك من الاخر. اسمع ما تنصحني ما في امل مني خلص اتركني في حالي. هل انت يعني فقط منظرك هيك من الله سبحانه وتعالى؟ يعني انت مو مسوي شيء بحالك؟ لا والله مو مسوي شيء. طب شعرك ما تقدر الا شعرك نازل هيك يعني ما في تسريحة؟ عادي انا تدري عادي بقول لك شغله والله اول مره تطول شعرك كذي والله وبقصه انا قايل والله. طب والله يا حسون يعني ما تشوف انه انت عندك انا مهور. شعري انا شعري كالعاده طوله كذي ورجع صورته وعقد وشو عقساس شوف هو رجال هيك لا حتى في الصوره وشعرك قصير انت بتتدلع والمشكله بينكر هذا الشيء انه لا انا رجال انا مو هيك ابدا مبين عليك ما شاء الله عليك يا اخوي حسون انا تدري صلي على النبي انا اسولف معك اول يعني مره اطول شعري كذي ترى من باب الاخوه يعني انا تقريبا عندي 200 باللايف اول ما دخلت معي الكل استغرب من منظرك يعني شيء يا اخوي ما انت مجبور اذا تدش معي لا يا اخوي انا انت صلي على النبي الموضوع ما في لا 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 موضوع ما في موضوع انا اسمع انا لاني طلعت باللايف وحطيت مكياج وعرفت منتج ولا تنعمت ولا سويت هذه لا 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 تتنعم دقيقه اصم حلجك شوي انا مو مثل بدل خلف اسمع احكي معي بهذه الطريقة أقل قيمتك احكي باحترام يا شبه الرجل من وين يا حبيبي احكي باحترام يا شبه الرجل استرجل وارفع علومك استرجل ما في أمل لا تنصحوا هيك ناس خلاص بس تشوفوا ناس داخلين في هذا الطريق لهاي الدرجة بالعمق هاد داخلين لا تنصحوا هو بيكون عارف انه اللي بيسويه غلط صدقوني اقسم بالله ممكن تعطيه نصيحة كلمة انه اللي عم بتسويه انت غلط ما بصير هيك انت شكلك متشبه في النساء وبس صدقوني انا نصحت كتير ناس وقعدت احاول معاهم احكي لهم اللي انتو بتسويه ما بصير ما تعمل هيك هاي الاشياء غلط حاول غير تفكيرك غير طريقة حياتك غير يلي بتمشي معاهم على الفاضي اخر اشي بيروح بيعمل اللي في راسه الواحد يلي بده يتوب بيروح بتوب هو لحاله بيكون مقتنع بهذا الشيء انا بدي اتوب بيروح هو بتوب بس انك انت تقعد تحاول تخليه يتوب وتقعد معاه وتنصحه وتدخل هذا الشيء في مخه مستحيل ما حيقتنع حيضل زي ما هو انا عارف هذا اللي قاعد بنصحه عم بيحاول يعمل خير بيحاول يعني يغير الانسان هاد يعرفه انه اللي بيسويه غلط بس هذا مبين انه عارف شوف شعره شوف شكله ومن اسلوبه في الكلام انت قديم يا اخي انه انا مبسوط في حالي انا بدي اضل هيك وما رح اتغير اعطاه من الاخر من البداية فكان من لما سمع هاي الكلمة يا اخي انت قديم المفروض خلاص يسكر الموضوع يطلع من البث calm down calm down يوتي سبوتي هبوتي مات فولو الدم فولو الدم هولو الدم يو يو سوي لاي فان داون فان داون يو بدا يو سي الاف يو نوني فور ينجم هو ينجم نوتي نو 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 الصراحة بتضلك أحسن من اللي آخر مرة شفناه اللي أعطيته لقب أسوأ مغني بالتيك توك بس المشكلة إنك أنت حتى ما بتحط لحن يعني بتجبر الناس تسمع صوتك غصب والكلام غلط معظمه كام داوين شو هاي داوين كام داوين يوتي سيبوتي يبوتي شو هاي يوتي سيبوتي شو هاي يوتي سيبوتي بوتي مين بوت مين هذا اللي بتحكي عنه ما في بالأغنية لأنه كلمة بوت البوت هذا في بيتك وعندك أنت في غرفتك حط بواتك بس بالأغنية تاعتك هاي اللي عم بتغنيها لا تدخل البوات في الموضوع اليوم إن نحكي عن الرشحة كل واحد مرشح ما تقدر تشم يجيب ينسون حطها على خشمك مشان الخشم بطلع منه تقدر تتنفس منيح زي التبخيرة البرمية بتصحصح شوية مشان البرمية هي مفيدة للصحة الاشي النعنع حدا مريض لا تشرب شاي نعنع اشرب برمية او اشرب ينسون مشان هم بتوق منيح هاي علاجات الخاصية بدك تروح فيها الخاصية هاي بتقوي مناعتك بطنك مناعتك بتكون المناعة عندك منيحة من اول اشي وثاني اشي اشرب اشياء مفيدة للصحة اشرب اشياء ما بتكون انت مثلا مفيد منها هذا الاشي عجبك الموضوع لايك ومتابعة وحلقتك سبرور شكرا يا دكتور ابو مراد ابو مراد كمان صار يعطي نصائح دكاترة لو ما بتعرفوا بيعرف يعطي نصائح عن كل اشي ابو مراد عن الطلاق عن الزواج عن كيف ترتبط عن شو تاكل شو تفطر
كمان هلأ صار يعطي نصائح أدوية صيدلة فيعني عنده تخصصات في كل مكان بالعالم ما شاء الله عليك. كفو عليك يا أبو مراد. أنا كتبت بالكتاب النصائح تاعتك، فهمت أنه البرمية مفيدة كتير للصحة، البرمية وبتقوي مناعتك مناعتك. فشكرا كتير لك يا أبو مراد. خلينا نشوف المنشن اللي بعده. حبيبي حمود اليوم جايك صرح لي شعري، تخيل عماد أو السحبة، لأن مبهدل كلش الضيم. مدلل البيت خطبنا لعروسه، الغالي خطبنا لعروسه، أو سمعونا الهلا الطش تشكليت خطبنا لعروسه، أو خطبنا لعروسه. يعني انت دخلت عنده مو بس حولك فوفو بوي، كمان صرت بتشبه دورة. حمودي بيخرب اي شاب بدخل عنده، بس انك تحول واحد دورة هاي اول مرة الصراحة اشوفها. حمودي انت عم تتطور ما شاء الله عليك يا حمودي. وبس لا تنسوا اللايك والسبسكرايب ونشوفكم على خير في امان الله.